أن ندخل في هذه المحورين، لا بأس أن نمر على المداخلة من ضمن مداخلات ديال المستمعين في أشتك بصراحة مع رشاد حضري. يقول طبعا بعد الشكر لهذا الطاقم ديال البرنامج، شكرا لك على وفائك للبرنامج بصراحة. يقول هذا الموضوع يدخل في ما يسمى المسكوت عنه، الموضوع جد معقد، يختلط فيه النفسي الاجتماعي الثقافي والديني. فقط أسأل، هناك بعض المدن تكثر فيها هذه الظاهرة، هل يمكن أن نتحدث عن جغرافية زنا المحارم في المغرب؟ يعني ربما بعض المدن تختلف، يكون فيها تكون فيها هذه الجرائم ديال زنا المحارم، ومدن أخرى ما فيهاش. ربما هذه حتى الخلفيات الثقافية، الخلفيات الاجتماعية. رأي الدكتورة فاطمة؟ أنا في رأيي ما كاينش اختلاف، إنما اللي كاينة هي بعض المدن ربما واحد نوع ديال التحسيس، وصلوا على ان بدون ما بقاش مسكوت عليه، دائما مسكوت عليه، وفي المغرب يعني بكثره مسكوت عليه، ولكن نوعا ما بدا كيتم واحد النوع ديال الوعي. وانا كنقول لك بفضل يعني الجمعيات النسائيه اللي بدات كثير الموضوع، وبالتالي حتى المهنيين صبحوا كيخافوا شويش على التستر في بعض المدن، ولكن مع الاسف في بعض المناطق اللي هي مثلا بعيده، ولا اللي هي منغلقه على نفسها، واللي ما عندهاش، ولان كيكون الدور العائله اهم من اللي يمكن يتقال. نعم. يعني في ديك الساعه كيجينا حنايا على انه ما موجودش، ولكن هذا موجود، وموجود عالميا، موجود في العالم كامل، وموجود منذ يعني منذ قديم الزمن الى اخره.